أنا ويا الأخ فارس في اتحاد رفع الأثقال واللجنة البحرين للقوة البدنية، واقترح نوع من التعاون مع عدة من الشركات اللي أنا أشتغل معاهم. نقدر نسوي تعاون مع باس كولاب حق لاعبيننا. في نهاية 2026 إن شاء الله، كم برانش تتوقع يكون عندك؟ اليو اس بي مالك إن أنت الأول، بس شنو يمنع من واحد يجي بعدين وهي overtakes you؟ أنت لحين بتكون بارت تايم، المفروض أعطيك المبلغ تكون فول تايم، تكون مقتنع. شنو اللي بيكون حق الانفستر to ensure إن البزنس will continue to operate for the clients يعني. توسع خارج البحرين في مخاطر، أي جدول ينحط أكد إنه بيتأخر والتكاليف بتزيد. الشيء اللي شفته حبيته المارجن مالك ما شاء الله وايد عالي، كواليتي فيلز ممتاز، فأهنيك على الكواليتي. أنا أفضل أشتغل مع أحد متخصص في التغذية ونسوي some kind of agreement، اتفاق.